إليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، سيما المهدي من آل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء. صلى الله عليك وعلى ولدك باقر العلوم الإمام المسموم المظلوم. ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الدهر أحسد شيء للقريبين، يرمي وصالهما بالبعد والبين. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غيرين وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي، أخنا على عترة الهادي فشتتهم، فما ترى جامعا منهم بشخصين، بعض بطيبة مدفون وبعضهم في كربلاء بالغريين وأرض طوس وسامرة، وقد ضمنت بغداد بدرين حلا،
وسط قبرين يا سعادتي لمن نعاسان ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين أبكي على الباقر المسموم مضطهدا أم الحسين لقان بين يا الخمسين أبكي على خضيب الشيب من دمه هيا يا معفر الخد محزوز الوردة ومنهم برض طيبة ومنهم برض كوفة وعظام مصيبة مصيبة المذبوح عطشة لحسين وين اللي يواسيني على حسين إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيبوا أفواهكم ونوروا قلوبكم ومجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بالذكرى الأليمة لشهادة سيدنا ومولانا باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الذكرى الأليمة التي تجدد فينا روح العزاء على ذلك القمر الزاهر والبدر الأنور من شجرة النبوة وأهل البيت، شجرة محمد وآل محمد. كما أنها تجدد فينا النظر والتأمل فيما سار على خطاه وما بينه وما اختطه لنا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه باعتباره من تلك الدوحة التي جعلها الله سبحانه وتعالى راعية لمعالم الدين وتفاصيله وشؤونه. الملاحظ أن أئمة الهدى عليهم الصلاة وأزكى السلام كل واحد منهم له دور معين في الحفاظ على التجمع التابع لهم من الجمهور البشري، وفي عين الحال لهم اهتمام واضح ومسؤولية إلهية للحفاظ على معالم الدين، ففي ذات الوقت الذي يحافظون على شيعتهم يحافظون على شريعة جدهم صلى الله عليه وآله. ومن هنا اختلفت أدوارهم صلوات الله عليهم بحسب الظروف الموضوعية المعاشة لكل واحد من أئمتنا عليهم الصلاة وأزكى السلام. ولكن أيضا مما يلاحظ أنه قبل مرحلة الإمام الباقر سلام الله عليه كان عنوان التشيع عنوان مهلهل لا يعدو كونه مشاعر لدى بعض من يهوى أهل البيت من قريب أو من بعيد.
أما في مرحلة حياة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه فاختلف الأمر، ودخل التشيع إلى مرحلة الوجود والكيان الشاخص في المجتمع الإسلامي، وجود له أبعاده، له وجوده الجماهيري، له قيادته، له معالم تتناول وتنتشر في مفاصل العقيدة والأحكام والأخلاق. صار هنالك أبعاد واضحة لخط أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام. هذا أكثر ما نلحظه ابتداء في سيرة الإمام الباقر سلام الله عليه. الله سبحانه وتعالى أيضا هيئ الظروف الموضوعية نوعا ما لهذا الأمر، فانشغل الظالمون بالظالمين، وصار هنالك فجوة ونوع من الفسحة والمندوحة للإمام الباقر عليه السلام في أن يستفيد من هذه المرحلة، وأن يؤسس لأتباع أمير المؤمنين، وأن يجذر فيهم ويرسخ تلك المبادئ على مستوى العقيدة أو الأحكام أو الأخلاق. ولذلك نجد أن منظومة التشيع عقيدة وأحكاما وأخلاقا مأخوذة بمساحة كبيرة من الإمامين الصادق والباقر عليهم الصلاة والسلام. والإمام الباقر هو الإمام المؤسس، هو الإمام الذي أسس لهذه المرحلة. ولذلك هذه القضية، قضية الحفاظ على الدين والشريعة والنظام الداخلي للأتباع مع الحفاظ على الأتباع، هذا أمر يحتاج إلى دقة بالغة في تشخيص الظرف الموضوعي وفي الانطلاق لتطبيق الآليات المؤدية والمفضية إلى هذا المعنى. لذلك على مستوى حفظ الكيان الشيعي، الإمام عليه الصلاة والسلام وإن كان يسير بسيرة التقية ويستفيد من هذا المعنى، إلا أنه في عين الحال كان محافظا على هوية شيعته وعلى هوية التشيع. وكان الإمام عليه الصلاة والسلام دقيقا في هذا السير الحثيث، بحيث أنه يوازن بين تقيته وبين الحفاظ على معالم الدين لدى أتباعه. لا يضمحلون، لا يصير تشويش على الأجيال بسبب التطبيق الخاطئ للتقية. هذا التمازج بين التقية وأداء الدور كان الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام دقيقا في تطبيقه، غاية في الدقة. ولذلك على مستوى الحركة الجماهيرية التي يمكن أن تتسبب في الحساسية لدى السلطات الغاشمة الظالمة، الإمام عليه السلام أخذ الطريق الأوسط، نحن النمرقة الوسطى. الإمام عليه السلام ما أخذ أتباعه بما سار به الكثير من الشخصيات أو الفرق التي كانت آنذاك، التي بعضها شهر السيف وبعضها استعمل الأدوات الحادة والمواقف الساخنة مع السلطات، وبالنتيجة آل الأمر إلى اضمحلال تلك التجمعات. أما الإمام الباقر عليه السلام فكان يسير حثيثا بشيعته، محافظا عليهم، محافظا على كيانهم، فكان يمازج بين التقية وبين الحفاظ على هذا التجمع الإيماني الكريم. كما أنه أيضا في نفس الوقت أخذ يؤصل لهم معالم الدين، فتصدى الإمام عليه السلام في ذلك الظرف وفي ذلك الوقت الذي شاعت فيه أجواء الشبهات والإشكالات وما أشبه ذلك من جهة، ومن جهة أخرى أخذت تنمو وسط الجسد الإسلامي الكثير من التجمعات والمنابر التي أخذت بالمسلمين يمينا وشمالا. ولذلك الإمام عليه السلام انطلق وانبعث من هذا المنطلق محافظا على معالم دين أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فتصدى عبر طريقين. الطريق الأول هو التصدي الشخصي، الإمام عليه السلام كان يجلس ويدير الجلسات العلمية ويربي العلماء وينشر معالم الدين والعقيدة بكل تفاصيلها، من جهة، ومن جهة أخرى في طريق آخر أخذ يربي وينمي كثير من الشخصيات
اللي الآن نحن ببركات أنفاسهم وجهودهم نعرف معالم ديننا، معالم أحكامنا الشرعية، معالم الأخلاق، ماذا أراد أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام، كيف حفظت الشريعة؟ حفظت ببركات جهود العلماء من تلامذة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الذين حفظوا تراث محمد وآل محمد. لذلك لمعت هذه الشخصيات، وهذه في الواقع نحتاج إلى أن نجدد النظر فيها بين فترة وأخرى، نشوف الظروف الموضوعية اللي نعيشها ونطبقها مع سيرة الإمام صاحب الذكرى، ونشوف شنو سوى الإمام عليه السلام وكيف يمكن أن نستفيد في حياتنا اليومية، فنحافظ على شيعتنا، على أتباع أمير المؤمنين عليه الصلاة وأزكى السلام، ونحافظ على شريعة أهل بيت النبوة عليهم الصلاة وأزكى السلام. لذلك لمعت الكثير من الشخصيات العلمية التي تخرجت من تحت منبر الإمام الباقر عليه الصلاة وأزكى السلام، منهم الشخصية العظيمة، شخصية أبان بن تغلب، ذلك الرجل العظيم الذي أخذ موقعه السامي والرفيع في قلب الإمام الباقر سلام الله عليه، حتى أن الإمام عليه السلام يأمره أن يجلس في مسجد المدينة ويفتي الناس، فكأن الإمام عليه السلام نظرا لاتساع رقعة الإيمان في الجمهور المسلم أخذ ينشئ ويؤسس للمرجعيات الدينية التي تأخذ من أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام. اجلس في المدينة، في مسجد المدينة، وافتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، أحب يكون هكذا رجال فقهاء أخذوا منا أهل البيت ويوصلوا هذه التعاليم، هذه الأحكام، هذه الأنوار للعالم في ربوع الأرض. ومن الشخصيات أيضا محمد ابن مسلم، هذه الشخصية التي كانت لامعة، وكان رجال المذاهب الأخرى يستفيدون الأحكام الشرعية بطرق غير مباشرة من محمد ابن مسلم ومن غيره من تلامذة الإمام الباقر. تضيق بهم الأرض بما رحبت، فلا يستطيعون الإجابة على مختلف الأسئلة، ومن هنا يقعون في إحراج عظيم شديد. لذلك كان السائلة لما تأتي إليهم يقولوا لها روحوا اسألي محمد ابن مسلم، شنو يجاوبك بلغينا، حتى يستفيدوا ما عندهم جواب. ومن الشخصيات أيضا مؤمن الطاق أبو جعفر رضوان الله تعالى عليه، هذا الشخصية العظيمة الذي كان متخصصا في الكلام والجدل والمناظرة، اللي الإمام عليه السلام أيضا نفتهم أنه كان يعمل على التخصص، إيجاد التخصصات من جهة، وعلى إدارة التوازن في التصدي لأتباعه، يعني منو يتصدى ومنو ما يتصدى، مو مثل زماننا هذا اللي من هب ودب يأتي ويتصدى، كثير من الشباب في أجواء الإيمان يتصدون مثلا للمناقشات، المناظرات مع المخالفين، ولكن من دون أن يركنوا إلى ركن وثيق، لم تستوثق عندهم المعلومات، ولذلك يتأذون. وكثير منهم أنا شاهدت من الشباب الأكاديميين يتعرضون إلى مضايقات وإلى إحراجات في الأسئلة، فهذا بدل ما تنبعث فيه روح الإيمان ويرتبط بالعلماء ويستفيد منهم، لا هو يروح يذوب في تلك الأجواء ويقتنع بتلك الشبهات ويأخذ يردد، اللي صدق هذه الشبهة ليش هالشكل، ليش ماكو جواب، ليش منو قال لك ماكو جواب، تعال اجلس واسأل سؤال المتعلم ودع عنك سؤال المتعنت. ذاك الرجل الأبرش الكلبي لما سمع بأن الإمام الباقر عليه السلام عنده علوم كثيرة ويدعي بقر العلم وأنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهشام بن الحكم كذب على الرجل وقال له أنه يدعي النبوة وما أشبه ذلك، قال له شوف عندك أسئلة صعبة روح اسأله. فجاء وسأل الإمام عليه السلام مجموعة من المسائل، الإمام عليه السلام أجابها برمتها، أجاب عليها كلها
نحن نحتاج في مثل هذا اليوم إلى أن نتلبس بما تلبس به أصحاب أهل البيت من المبادئ القوية الراسخة، حتى لا نتأثر في هذه الأجواء. الشخصيات التي كانت تدافع عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، اللي منها أبو جعفر مؤمن الطاق، هذا الشخص الذي تربى على يد الإمام الباقر. الإمام الباقر بعض أصحابه يقول له أنت لا تتكلم، لا تروح، لا تناقش. الآن بعض الشباب لما تقول له أنت لا تناقش، أو الآن ادرس مثلا، أو تابع، ادخل في كورسات عقائدية مثلا، حصن نفسك بعدين انطلق، ما يقبل منك هذا الكلام. بينما الإمام الباقر عليه السلام كان يدير أصحابه على هذا النحو. أبو خالد الكابولي في يوم من الأيام جاي يمشي في أزقة المدينة، يشوف أهل المدينة قد احتوشوا أبا جعفر مؤمن الطاق من كل جانب ومكان، وقطعوا عليه أزراره، ملابسه تقطعت دقمها من شدة الزحام. فيسألونه وهو يجيب، يسألونه وهو يجيب. هذا أبو خالد الكابولي عنده خبر من الإمام يقول له أنت لا تتكلم، أنهاك عن الكلام. هذا هم أبو خالد الكابولي يقول دنوت من أبي جعفر مؤمن الطاق وقلت له أما نهانا أبو جعفر عن الكلام؟ الإمام الباقر مو نهانا عن الكلام؟ مؤمن الطاق باوعلى قال أمرك الإمام أمرك أن توصل لي هذا الكلام؟ قال لا والله، ولكنه نهاني عن الكلام. قال إذن اسمع وأطع، الكلام موجه إليك، أنت عندك حدود من المعرفة التزم بها. الإمام عليه السلام يعرف المن يوصي والمن يوجه والمن يدعو للتصدي. خلاص الإمام قال لك لا تتكلم، اسكت لا تتكلم. هذا هم شوية صار بقلبه فريد شي، رجع إلى الإمام الباقر عليه السلام وأخبره الخبر، يا ابن رسول الله أنت مو نهيتنا عن الكلام، وهذا أخونا بالله قاعد بالمدينة وهل قد الناس عليه مزدحمة، يسألونه ويجيب، يسألونه ويجيب. فتبسم الإمام عليه السلام وقال له يا أبا خالد، يا أبا خالد، إن أبا جعفر مؤمن الطاق إذا سألوه تكلم فطار فانقض عليهم، يعني مسيطر من أين ما يأتونه، هو مسيطر في الملابسات العلمية. أما أنت يا أبا خالد فإذا قصوك لا يمكنك أن تطير، يعني أنت فرد شبهة من نام الناتجيك، أنت ما تقدر، ما تستوعب. ولذلك هذا درس مهم من الإمام الباقر سلام الله عليه، أنه مو أي واحد يأتي ويتصدى. نعم شباب متحمس، أو حتى من طلبتنا من طلبة العلوم الدينية، بعدني أنا في مرحلة المقدمات وأريد أتصدى وأفتح منصة وكذا، مو هالشكل الوضع. نعم يحتاج إلى أن ترتبط بالمادة، ترتبط بالعلماء الربانيين الذين أخذوا من محمد وآل محمد، حتى تكون لك قدم راسخة، ما تتزعزع بأول مسألة وأول شبهة وأول إشكال، بعدين روح ادرس واستفد، حتى يصير عندك ملكة في فهم مناشئ الشبهات ومناطق الضعف في تلك الشبهات، حتى يمكنك الرد ويمكنك السيطرة ويمكنك المخاصمة. ولذلك كان هذا الشخص مؤمن الطاق كان من الشخصيات العظيمة، يقول لك حتى الجماعة كانوا يخشون مناقشته ومناظراته، يخافون ما يقعدون وياه. ليش؟ لأنه مسيطر بشهادة الإمام عليه السلام، قال إذا سألوه تكلم فطار فانقض عليهم. ولذلك كانوا يبتعدون عن، نعم كان أبو حنيفة عنده فرد نوع من يحتاج لشوية مراوغة مع هذه الشخصية، وكان له بالمرصاد. شوفوا هذه الأسئلة الساذجة اللي يسألها بعض الناس الآن، من ذاك الوقت كانت تصدر من أمثال أبي حنيفة. أبو حنيفة وجد مؤمن الطاق فسأله قال أتقول أو أتزعم أن المتعة، يعني الزواج المنقطع،
حلال؟ قال له إيه نعم حلال. فأراد ينقض عليه، قال له إن كان حلالا فلما لا تجلس نساءك، تمام، حتى بالنتيجة يأتونك في مصرف يعني يستهزئ به، خلي نسوانك تتمتع وتجيب لك فلوس. فمؤمن الطاق قال له ما كل الصنائع الحلال يأتي عليها يقدم عليه الإنسان العاقل، كل إنسان إلى موقعيته، كل إنسان إلى رغبته، كل إنسان إلى قدره، وبالنتيجة الناس تترفع في مختلف الأمور. فمو أي شيء حلال إحنا لازم نسوي. الكثير من الأفعال الآن حلال، إذا سويناها بالشارع نحسب على المجانين، مو صحيح. الكثير من الأشياء اللي نسويها ربما تعود بالشهرة وما أشبه ذلك. قال له ولكن دع عنك هذا وأخبرني، أتزعم أن النبيذ حلال؟ النبيذ حلال وحرام لخمر استصغره الناس. قال بل حلال. قال ذا حلال، ما تخلي نسوانك بالحانات يبيع عن خمر ويجيب لك فلوس. انقهر هذا، انعقش أبو حنيفة، فقال واحدة بواحدة وسهمك أنفذ. إحنا هم نقول له تستاهل، البادي أظلم شوي، يصير مؤدب وتكلم مع الآخرين بموضوعية. في هذا الموقف وفي هذه المساحة، أحسنتم، في هذه المساحة أيضا في موقف آخر، أحسنتم، اللهم صل على مؤمن الطاق. كان يؤمن بالرجعة، وهذه من عقائدنا الثابتة بمتواتر الأدلة. أبو حنيفة كان يعتقد بالتناسخ، وأن الروح هذه يوم تكون في بشر، يوم تكون في حيوان، يوم تكون في نبات، إلى آخره. ففي يوم من الأيام كان أبو حنيفة في السوق يتمشى، وإذا بمؤمن الطاق بيده ثوب. فأبو حنيفة قال خوش فرصة، خلي نضحك الناس على أصحاب الإمام الباقر. فقال له أتبيعني ثوبك هذا إلى رجعة علي؟ تبيع لي هذا الثوب وأنطيك يعني نسيئة، بالدين بعدين أنطيك الفلوس لما يرجع علي، أنت مو تؤمن بالرجعة؟ فجاء الجواب سريعا، قال له إن تضمن لي إن لم تمسخ قردا بعتك هذا الثوب. فبهت أبو حنيفة وسكت. هذه الشخصيات العظيمة التي تربت على أيدي الإمام الباقر سلام الله عليه، ولنا فيهم أسوة، ونحن في مجال تحصيل العلم سواء في طلبة العلم الديني أو طلبة العلوم الأكاديمية، الآن نجد كثير من الفراغ والمساحة بين الأكاديميين من المؤمنين وبين تراث أئمة الهدى عليهم الصلاة وأزكى السلام. تجلس ويا كثير من الشباب المثقفين يسألون أسئلة في أمور عقائدية من أصول الاعتقادات، يعني للإنسان بأدنى تأمل يفتهم مساحتها وحقيقتها. يسألون أسئلة بدائية، هذا دليل على شنو؟ دليل على أنه ما اشتغلنا على العقيدة، دليل على أنه ما استفدنا من علوم أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام. وهذه طامة كبرى لا بد من علاجها. إذن لا بد من الرجوع إلى ذلك المنبر العظيم، منبر أهل البيت، منبر الإمام الباقر سلام الله عليه، اللي ما كانت تعصى عليه عاصية، ذلك الرجل عبد الله بن نافع ابن الأزرق، اللي كان من الخوارج، من الأتباع الخوارج، كان يمشي بالشارع ويكرر هذه المقولة، يقول أي واحد اللي يدليني على شخصية تبين الحق في هذه المسألة لو كان في شرق الدنيا أو في غربها أشد الرحال وأذهب إليها. شنو هذه المسألة؟ قال يبينوا لي أن عليا عليه السلام مني قد قاتل أهل النهروان بوجه حق، أن عليا صاحب الحق. أي واحد
فيمشي في الأزقة في الطرقات ويتكلم بهذا الكلام. إلى أن في يوم من الأيام أحدهم قال له: أين أنت من محمد ابن علي الباقر؟ هذا بالنتيجة هو ابن أمير المؤمنين، ابن علي ابن أبي طالب، وعنده منبر للدرس والعلم، وعنده طلبة وما أشبه ذلك، روح يمكن تستفيد من عنده. فشد الرحال ووصل إلى الإمام عليه السلام وسأله هذا السؤال. الإمام عليه السلام توجه إلى من حضر ونادى: أين أبناء الأنصار والمهاجرين؟ قال له: موجودين يا ابن رسول الله. قال: أي واحد اللي فيكم سامع منقب من مناقب أمير المؤمنين يتفضل يقولها. فأخذ الجماهير من أبناء المهاجرين والأنصار يتلون فضائل ومناقب أمير المؤمنين على لسان رسول الله العظيم محمد. إلى أن وصل أحدهم ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار. قال له: هذا الحديث عندك نظر فيه؟ عندك ملاحظة؟ قال: هذا حق لا يستراب فيه. هذا الكلام ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام عليه السلام كأنه يريد يقول له المعنى واضح بعد، خلص جوابك حصلته، عندك كلام بعد؟ قال: لا يا ابن رسول الله، هذا مسلمين بي، ولكننا نقول أنه كفر بعد. يعني بعد ذلك لما قاتل أهل النهروان قاتلهم بغير وجه حق، فقد كفر في ذلك الفعل. فالإمام عليه السلام قال: هذا الظاهر شوية يسمع الحديث ولا يعيه ولا يفقهه، خلي شوية نفهمه من فقه الحديث. قال له: أترى أن الله سبحانه وتعالى يوم أحب علي بن أبي طالب أحبه وهو يعلم أنه يقاتل أهل النهروان أو لا يعلم؟ إن قلت لا يعلم فقد كفرته. قال: بل يعلم. فقال له الإمام عليه السلام: إذا كان يعلم فالله سبحانه وتعالى أحب عليا وهو يعلم أنه مع أهل النهروان يطيعه أو يعصيه، فأسقط ما في يد الرجل وأطرق إلى الأرض. فقال له الإمام الباقر عليه السلام: قم مخصوما، قم أنت خسران، قم اطلع. فخرج هو وهو يقول: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. هكذا كان هذا الإمام العظيم صاحب هذا المنبر العظيم الذي يغدق على الناس وعلى البشرية جمعاء من علوم الله سبحانه وتعالى من تلك الكنوز، ولكن الظلمة لا يؤنسهم هذا الأمر ويزاحمهم، لأنه هذه الحركة وإن كانت الحركة العلمية حركة باردة مو حركة ساخنة، إلا أنها تؤثر تأثيرا بالغا في الأمة، وتؤسس لنفوذ الإمام، وتجعله سلطانا على عروش قلوب المسلمين والمؤمنين على مر الدهور. وهذا هو الذي كان يزاحم الظلمة. لذلك انبعث الظلمة لأذية الإمام مكررا، وآخرها أن دس له السم بأبي هو وأمي، دس له السم. وبقي 3 أيام تتقطع أمعاؤه من حرارة ذلك السم. وفي بعض النقولات الإمام عليه السلام بقي 7 أيام بلياليها يتأذى من ذلك السم، إلى أن دنت وفاة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الوقت الذي نادى إمامنا الصادق صلوات الله عليه، ونادى بمن أحبه، ثم أوصى الإمام الصادق بوصاياه: آجركم الله
بينما إمامنا يحدث ولده الصادق ويوصيه بوصايا ويسلمه مواريث النبوة والإمامة أجركم الله ما إن أتم إمامنا ذلك حتى عرق وسكن أنينه ثم أسبل يديه يا الله ومدد رجليه وفاضت روحه الطاهرة أين المنادي وإماما أيوا سيدا أيوا باقرا أيوا مسموما أيها الموالون كان إمامنا قد أوصى بثلاثمائة درهم لنوادب يندبنه في منى لإظهار ظلامة الإمام عليه السلام عشر سنين يا الله ولكن إمامنا الحسين أوصى يا بندبه على مرور الليالي والأيام سمعت ذلك من نحره ابنته سكينة وهو يقول شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بغريب أو قتيل فاندبوني فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدايا سحقوني شيعتي ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني بنتي يا سكنة بلغي واجب تحية سلمي على الشيعة واشتكي من كل ظلاماتي قولي لشيعتنا نوحوا على المذبوح بعد يقول في بارد الماء اذكروني في عطش كبدي
ذكر مقاسات البلاء في كربلاء وحدي بعد بعد مرمي ثلاثة أيام ضامي ما شربت الماء أطفال عندي مصرعة ومحتار في محتار في بلواي بعد بني سكينة بعد قضيتين لا تخبري شيعتنا بها لا تخبريهم بالشمر يا الله لا تخبريهم بالشمر يوم على صدري سيبنا على ومكن البتار فينا حري قولوا لشيعتنا نوحوا على المذبوح بيت الدعاء وأسألكم الدعاء وكأني بلسان حالها تقول ضلعبينا ضلعبينا ينوق على المصاريح المصاريح ضلعبينا عسى يبرد جثثهم ضلعبينا بالخيام وسمعنا ظل عبونا تهشم تحت حوافر الأعوجية أويلي تهشم تحت حوافر هير الأعوجية صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رحم الله عبراتكم جميعا قضى الله حوائجكم بحرمة إمامنا باقر العلوم شايخنا سعادتنا تفضلوا للدعاء تفضلوا أرجوكم قضاء للحوائج وشفاء للمرضى وتعجيلا لفرج المولى بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله 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 صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أنصاره وأشياعه وأتباعه ومطيعيه يا الله اجعل عواقب أمورنا خيرا أرض قلب إمام زماننا عنا أصلح لنا شأننا كله اشفي مرضانا
وارحم موتانا وسلم لنا ديننا ودنيانا. تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين والسامعين هذا القليل بكرمك ومنك يا الله. الإخوة المؤسسون والحاضرون احفظهم اللهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم فردا فردا يا الله. اقضي حوائجهم، سهل أمورهم، فرج عنهم وعن جميع المؤمنين في كل مكان يا الله. وإلى أرواح أموات المؤسسين والحاضرين والسامعين والمؤسسين، وبالخصوص إلى أرواح أموات سماحة المرجع الشيرازي رحم الله من بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.